في كل صلاة نقرأ سورة الفاتحة. هذه السورة تسمى بسورة الفاتحة وأم القرآن والسبع المثاني، وهي كذلك رقية. فيها على ما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فيها أجمع دعاء. يقول تأملت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الدعاء، فوجدت أن أنفع وأجمع دعاء هو الذي في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. الهداية هنا كانت اهدنا الصراط المستقيم، ولم تكن اهدنا إلى الصراط. لماذا؟ لأنه قد يعرف الطريق ويتبين له الطريق، كما هو حال اليهود نسأل الله العافية والسلام، تعلموا العلم ولم يعملوا به، لديهم علم ولا عمل. وقد يعمل بلا علم ويشابه النصارى. إذن الهداية تطلب من الله لا من غيره. ونريد أن الله سبحانه وتعالى يدلنا على الطريق ويوفقنا إلى سلوك هذا الطريق. ولهذا نقول اهدنا الصراط المستقيم، هذه الهداية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فلواحد، كن واحدا في واحد، أعني الطريق الحق والإيمان. فلواحد يعني لله، كن واحدا يعني لا يمكن أن تغير النية، ولا بد أن تسير في طريق واحد، لأن الطريق الموصل إلى الله كم طريق؟ طريق واحد، هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عليهم والسلف الصالح. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والصراط هذا إما أن يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وضعه لنا، أو يضاف إلى من يسير ويسلك في هذا الطريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.